ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قرار الولايات المتحدة بتجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر، حيث أعرب المجلس عن استغرابه لصدور هذا القرار في هذا الوقت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب. وشدد المجلس على مواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله في ظل إرادة مصرية حرة وتفويض شعبي من أجل دحر قوى الإجرام والإرهاب.